مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الجديدة من لعبة الباب جي. سوف نحطم كل من يقف في الطريق. شكرا لكم. قبل بداية الحلقة أدعوكم إلى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. إذن على بركة الله. أنا أسلحة. نزيد القليل من الضوء. هذا البليد هذا أكل كل الأسلحة. نصعد هنا في الدرج. سنجد شيئا في الدرج هنا. لا شيء. إذن على بركة الله تبدأ الحلقة مجددا. شكرا لكم أعزائي عزيزتي لما نسمع صوت طيطيط. إنه الجليل. إنه يبيع الجليل. وعلى بركة الله. أين سننزل؟ سوف نذهب إلى القرية هنالك. مباشرة نزل بسرعة الضوء. إذا انشفى هناك المدينة الكبيرة. هنا سننزل. سقط أحدهم هنا. أعتقد لم يسقط أحد. أيتها البلهاء. انتبه للعثور على المزيد من الأسلحة. كنت هنا في الحلقة الماضية. سيري سيري أسرعي. كيف نجري هنا؟ أسلحة. أي أي أي. هذا الشيء. أيوة البليد. أعتقدون أنهم سيفلتون من قبضتي. القتيلان. القتيل الآخر. خذ. تعال 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 يا ابني الحلال. تعال تعال تعال. نقد. سوف احمل كل شيء. ماذا هنالك؟ اين انتم؟ اين انتم ايها الاوغاد؟ يوجد أحد هنا؟ كوكو.
هل هنالك أحد؟ هذه المنطقة التي نزلت فيها لا يوجد فيها أحد، حتى ليست هناك سيارة أركبها، لأن أنا الآن كان علي أن أزلع في المنطقة الأخرى. أريد سيارة، كيف نجري؟ نعم هذه الطريقة، لا أحد هنا، أين أنتم؟ الكثير من الأسلحة، بدون معنى. أين أنتم؟ تعال يا ابن الحلال، تعال تعال تعال. أين ذهب ذلك الوقت؟ توقف توقف، قنبلة. ما هذا الشيء اللعين؟ لا أحد في هذه المنطقة، أين كنا؟ اتصال طارئ، يجب أن ألغي اللعبة.